إن الأرض سقيمة وإن على الله لمتوكلون. فيروس كورونا المستجد، هذه الجائحة العالمية التي قلبت كل الحيوات على الأرض. إيطاليا الجميلة التي أسكن فيها أصبح الوضع فيها أكبر من الكارثة وأتعس من الحزن وأفنى من الموت. هذا الأمر حقيقة هو ما جعلني في هذه الفترة لا أستطيع التركيز كثيرا في التقارير التاريخية، لكنني في هذا الفيديو سأقدم تقريرا عن تاريخ الكورونا، نعم تاريخ الفيروس المستجد. ولئن كانت بدايته في ديسمبر سنة 2019 فإن ذلك لا يمنع من أن يكون له تاريخ من عشرات السنوات. لست من المتحمسين لنظرية المؤامرة، ولكنني أيضا أشك في أن تكون كل هذه الأمور مجرد صدفة. يبدأ تاريخ كورونا سنة 1981، السنة التي نشر فيها كتاب عيون الظلام The Eyes of Darkness. هذا الكتاب هو للكاتب دين كونتر، ويتحدث في مضمونه عن فيروس يطور في منطقة ووهان في الصين. ويتحدث الكاتب في كتابه عن عالم صيني يدعى لي تشين انشق إلى الولايات المتحدة الأمريكية حاملا سجلات سرية عن أكثر وأخطر الأسلحة البيولوجية في الصين على مدى عقد من الزمن. ويتحدث الكتاب أنه في سنة 2020 سيخرج وباء من الصين ويتسبب في قتل الكثيرين. الغريب أنه في سنة 1989 قام الكاتب بتنقيح الطبعة الجديدة وغير اسم هذا الفيروس إلى ووهان 400. كانت هذه أول إشارة للفيروس في التاريخ. أما الإشارة الثانية فكانت في سنة 2009 في تقرير أمريكي، وهو تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعنوان كيف سيكون العالم سنة 2025. وقد تضمن هذا التقرير احتمالا كبير لتفشي وباء عالمي من الصين. وأما المحطة الثالثة لفيروس كورونا في التاريخ فقد كانت عن طريق وباء حقيقي اكتشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية سنة 2012 وسمي بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس. بعد ذلك وفي سنة 2015 تم التلميح إلى هذا الوباء عن طريق بيل جيتس المؤسس الشهير لشركة مايكروسوفت، حيث أشار في مداخلة عن إمكانية حدوث وباء يشبه إلى حد كبير ما يمر به العالم هذه الأيام. فلقد قال بيل جيتس أن وباء قد يضرب العالم، وأنه قد يخرج من الصين، وأنه قد يتسبب في وفاة الملايين. وأخيرا نحن الآن نعيش هذا الوباء الذي سيتحدث عنه العالم يوما ما كوباء عالمي، والذي تجاوزت الوفيات بسببه 10,000 ونحن لا نزال في شهر مارس سنة 2020، علما أن إيطاليا وحدها اليوم وصلت إلى 6,000 ضحية مع توقعات بمضاعفة هذا العدد كثيرا. لم أختر أن يكون هذا الفيديو عن طريقة الوقاية من المرض أو عن أبرز خصوصياته، ولكنني فقط أردت أن ألمح إلى بعض المحطات التاريخية التلميحية والحقيقية لهذا المرض عبر التاريخ. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة عن الكورونا الذي قام بسجن اهتماماتنا غصبا عنا هذه الأيام. عافانا الله وعافاكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة.